في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، تواصلت فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، من منطلق حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يهدف في أحد محاوره لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، تواصل الوزارة فعاليات مبادرة مأمور أقسام ومراكز الشرطة، والتي تأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى توزيع عبوات غذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. بمناسبة شهر رمضان، كل سنة وأنت طيب، لو احتجت أي حاجة احنا معاك على طول. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين. كل سنة وأنت طيب، ربنا يقعد كل يوم بخير يا رب. احتجت أي حاجة احنا دايما معاك. تسلم، الله يخليك. اتفضل. يا رب اطولك عمره يا رب، ربنا يخليك، ربنا يخليك. احب اشكره واقول لك كل سنه وانت طيب يا ريس، ربنا يخليك لينا يا رب. هو ده يبقى الشعب المصري للي ما يعرفهوش. شهدت المبادره توجه مأموري اقسام ومراكز الشرطه بمديريات الامن الى القرى والنجوع والاماكن الاكثر احتياجا بنطاق كل مديريه، لتوزيع السلع الغذائيه ذات الجوده العاليه والتي اعدتها منظومه امان للمنتجات الغذائيه على المواطنين قاطني تلك المناطق، الذين أشادوا بهذه المبادرة وبالدعم المتواصل لهم من قبل وزارة الداخلية. دايما مصر تمد الإيد وعمر يا مصر عمار. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى أسرتكم كلها. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يخلونا يا رب. ربنا يبارك فيكم. حضرتك محتاجه اي حاجه؟ ربنا يبارك فيكم. والله انا بشكر الريس انه واقف معانا، وربنا يكرمه ويزيده من نعيم الله. طول عمر الشعب ده ايد واحده والفي ربط واليوم الدين. متشكرين قوي ان هم فاكريننا، وبنشكر الريس. شعب اصل معدن وتاريخ، طبعا هم المصريين. محتاجه اي حاجه؟ ربنا يخليك يا رب. المبادرة تأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، كأحد الإسهامات الاجتماعية الفاعلة من وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناسبة وتلبية جزء من احتياجاتهم. طول عمر الشعب ده ايد واحدة والفي ربط واليوم الدين. كل سنة وانت طيب يا سيسي، خليك وطول عمرك وبارك فيك ويجعلك كل خط سلام. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار مصر. يسلم السيسي. شعب مقدر قيمة بلده وشايل لها 100,000. شكرا على المجهود اللي بيعمله عشاننا، والله الحمد لله ربنا موجود وهو كل سنه وهو طيب ويقعد علي الايام بخير يا رب. شعب اصل معدن وتاريخ، طبعا هم المصريين. كل سنه وانتم طيبين ورئيسنا بخير، ونقول له كل سنه وانت طيب وتحيا مصر. اي امر مننا حاجه؟ لا الامر والله تحت امرك، تحت امرك. ربنا يسترها معاك يا رب. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية تأتي هذه المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الوزارة لدعم المجتمع المصري، بخاصة أفراده الأكثر احتياجاً، لتخفيف الأعباء عنهم. طبعاً هم المصريين. كل سنة وانتم طيب. كل سنة طيبين
وربنا يخلينا سيادة الرئيس. كل سنة وأنت طيب يا ريس، كل سنة وأنت طيب ونعاد عليك بخير. من منطلق دورها الاجتماعي والإنساني تواصل وزارة الداخلية إسهاماتها الفاعلة لتخفيف عن كاهل المواطنين في كل ربع الوطن من خلال مبادرة كلنا واحد وتوزيع بوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.